شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الكريمة كلمات ثلاث ينبغي أن نتوقف عندها قليلا. الكلمة الأولى الضمير المتصل المرفوع في قوله تعالى: وينفقوا مما رزقناهم. هذه الكلمة تعبر عن حقيقة جلية في أذهان المؤمنين، وبها يختلفون عن الآخرين. وهذه الحقيقة هي أن كل المواهب وكل القدرات التي يملكها المؤمنون إنما هي من جانب الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أعطى، الله هو الذي منح، الله هو الذي تفضل. هذا الكون عالم الوجود يمكن أن ينوع إلى دائرتين: دائرة الوجوب ودائرة الإمكان. كل شيء يقع في دائرة الإمكان، يعني كل شيء لا ينبع الوجود من ذاته، لا تنبع الكينونة من ذاته، لا بد أن يستند في وجوده إلى دائرة الوجوب. إحنا في يوم من الأيام ما كنا موجودين، لم يكن شيئا مذكورا، إحنا ما كنا، كنا في عالم العدم، إذا صح أن نسمي ذلك عالم بعالم. لم نكن شيئا مذكورا، مو كنا لا شيء، لم نكن شيء.
احنا خب ما خلقنا ذواتنا، احنا ما اعطينا لذواتنا الوجود والعلم والقدرة وما اشبه ذلك. اذا كانت القضية بأيدينا كنا نتخير ذواتنا، ولكن القضية قضية عطاء، قضية منحة. فإذا الوجود وعوارض الوجود مو من ذواتنا، مو من آبائنا، لأن آباؤنا أيضا مثلنا ما كانوا يملكون شيئا. إذا كان هنالك شيء بأيديهم لكانوا يتخيرون أولادهم. بعض يريدون أن يعطوا بنات ولكن الله يعطيهم ذكورا، وبعض يريدون أن يعطوا ذكورا ولكن الله تعالى يعطيهم بنات. فإذا القضية خارجة من اختيار الآباء. آباؤنا لم يعطونا الوجود ولم يعطوا الوجود لذاتهم. وننتقل حلقة فحلقة فحلقة. هذه الحلقات حلقات الإمكان، إلى أين تنتهي؟ لا بد أن تنتهي إلى نقطة الوجوب. ونقطة الوجوب يعني تلك الحقيقة المطلقة المهيمنة على كل شيء، وهي الحقيقة الإلهية، الله سبحانه وتعالى. إذن كل الذوات الممكنة تنتهي إلى ذات واجبة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، وكل الصفات الإمكانية العلم القدرة، كل ما تملكه من الصفات لا بد أن تنتهي إلى ذلك الوجود الواجب القائم بذاته المهيمن على كل شيء. إذن ذاتك مو ملكك، مالك مو ملكك، قدرتك مو ملكك، شبابك مو ملكك، صحتك مو ملكك. إنا لله. حقيقة الملكية المطلقة والمملوكية المطلقة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن المؤمن يرى أن ما بيده من مال، من ثروة، من جاه، من مقام، من وجود، كلها إنما هي عطاء الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما رزقناهم. إحنا أعطيناكم، هذا مو مالك، هذا مو بجهدك، هذا مو بعلمك، هذا عطاء الله. لاحظوا المنطقين المتقابلين، منطق غير المؤمن، منطق قارون. شنو يقول قارون؟ الله أعطاه من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مو أمواله، لا، مفاتيح تلك الأموال. بعض العلماء ذاكرين أموال كانت في مخازن، ذيك المخازن في غرف، تلك الغرف في بيوت، وكلها مقفلة بالأقفال الحديدية. الأقفال العصبة أولي القوة ما كانوا يتمكنون أن يحملوها بسهولة. لاحظ حجم الثروة. العصبة أولي القوة ذكروا أنهم بين 10 إلى 19 رجل قوي، رجل قوي من 10 إلى 19
ما كانوا يتمكنون يشيلون هذه الأموال، قالوا له أنفق وأحسن كما أحسن الله إليك. الله هو الذي أحسن إليك، الله هو الذي أعطاك، أحسن إلى عبيد الله. شنو كان منطقه؟ منطقه كان إنما أوتيته على علم، أنا اللي حصلت هذه الثروة بعلمي. بعض العلماء يقولون كان عنده علم الكيمياء، علم الكيمياء علم من علوم الأسرار، مو الكيمياء بالمعنى المتداول، الكيمياء بمعنى العلوم الغريبة. عندنا كيمياء وليمياء وهيمياء وسيمياء وريمياء، ويجمع هذه العلوم كلمة كله سر، كله سر، سر من الأسرار الكونية، مو لازم كل شيء احنا نفتهمه. الكاف واللام والهاء والسين والراء، بعض أولياء الله كان عندهم هذه العلوم، وبعض غير أولياء الله كانت لهم هذه العلوم. كان عنده علم الكيمياء كما يقولون، وتمكن أن يكتسب هذه الثروة بعلم الكيمياء. أكو قول آخر، مو علم الكيمياء لا، وإنما كان رجل عاقل مدبر مدير، فبإدارته وبعقليته التجارية اكتسب هذه الثروة. جيد، هذه الثروة من الذي خلقها؟ الله. هذه العضلات من اللي أعطاك؟ الله. هذا العقل المخطط من الذي أعطاك؟ الله. إذن كل شيء يتعلق بالله. مو قال إنما أوتيته على علم، أنا بعلمي أنا بجهودي كسبت هذه الثروة، ومن أنت أيها العبد؟ الله. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. عندما تلاحظ صناعة غريبة لا تبهرك هذه الصناعة، عندما ترى هذه الطائرات محملة بالأطنان العظيمة وهي تمشي على الهواء، لا يبهرك هذا، لأن من اللي طلع عقل هذا المخترع الذي صنع هذه الطائرة؟ الله. إذن قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء يجب أن تلاحظ تلك الحقيقة المطلقة. فإذن القدرة التي بيدك، الثروة التي بيدك، كلها عطاء الله، وأنت مجرد وكيل من وكلاء الله. الله تعالى يقول في حديث: المال مالي مو مالك، والأغنياء وكلائي. الغني وكيل الله مو ماله، وكيل، مجرد وكيل. وتركتم ما خولناكم، تخويل، والأغنياء وكلائي، والفقراء عيالي، فمن منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ارتباط بين العبيد وبين الله، ولكن هنالك رابطة ثانية بين العبيد والعبيد: وينفقوا مما رزقناهم. احنا اعطيناهم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة الرزق. شنو معنى الرزق؟ الرزق مو يعني الثروة فقط، كل قدرة، كل موهبة، كل عطاء، كل منحة، هذه رزق. وإنفاق كل شيء بحسب. إنفاق المال أن تعطي للفقير، إنفاق الجاه
أن تبذل جاهك لأجل الأعمال الخيرية، إنفاق الشباب، أن تبذل جزءاً من شبابك في سبيل الله، مما كلمة موصولة وتفيد العموم لكل شيء، مما رزقناهم، كل رزق، كل شيء تملكه. رأيت رواية جديداً قبل أيام عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ينقل في هذه الرواية أن الإمام الحسين صلوات الله عليه، الإمام الحسين صلوات الله عليه له هواي أبعاد، ولكن من أبعاده أنه كان يستفيد من كرامته لأجل الله. أنت عندك ما يوجه، أنت عندك كلمة، أنت عندك احترام، استفد من هذه الكرامة لأجل الله. لا تخلي هذه الكرامة، هذا الوجه في يوم من الأيام يتحول إلى تراب. قبل ذلك اليوم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، استفد من هذه الكرامة، اعمل شيئا لأجل الله، نعمل شيئا لأجل الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه كان يقترض قرض، الإمام كل ما كان عنده كان يبذله لأجل الله، وفوق ذلك واحد مو مكلف، مو واجب عليك، ولكن سيد الشهداء كان يقترض لأجل الله. وعندما أصيب في يوم عاشوراء صلوات الله وسلامه عليه كان مديوناً ببضع وسبعين ألف دينار، الإمام كان مديون. ليش؟ بنى بيتاً، بنى قصراً، وإنما لأجل الله، لأجل الفقراء، لأجل أعمال الخير. بضع وسبعون ألف دينار، والإمام السجاد صلوات الله عليه كانت له مصائب كثيرة، ولكن من جملة مصائبه، راجعوا كتاب المناقب، هذه الرواية موجودة في المناقب وموجودة في كتاب دار السلام، من جملة مصائبه هذا الدين. الإمام كان يفكر، الإمام السجاد صلوات الله عليه، كيف يؤدي هذا الدين، فكان يمتنع عن الطعام والشراب والأكل، كان هواي الإمام السجاد متأذي، هذه مصيبة لا تقال عادة، مصيبة الدين. إلى أنه أتاه آت في المنام، راجع الرواية، فقال له: لا تحزن ولا تبتئس، نحن نؤدي عنك دينك، وأدى الله تعالى عنه دينه. رسول الله مات مديونا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مات مديونا، الإمام الحسين مات مديونا، كثير من مراجع التقليد ماتوا مديونين، ثم أدي دينهم بعد وفاتهم. هذا شنو معناته؟ هذا معناته الإنفاق من الرزق. الله يعطاك كرامة، الله يعطاك ما يوجه في المجتمع، اذهب واسعى في أعمال الخير، لا تقول أنه وجهي ماؤه يذهب، لا، واحد يسعى، واحد يجب أن يكون وجوده وجود خير، وجوده وجود بركة، وجوده وجود عطاء. الكلمة الأولى كلمتنا مما رزقناهم، الكلمة الثانية كلمة الرزق، والكلمة الثالثة كلمة من ما رزقناهم. مما، أصل الكلمة مأخوذ من ما، ثم النون أبدلت حسب قواعد الصرف إلى ميم، وأدغمت الميم في الميم فتحولت إلى كلمة مما. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
وينفقوا مما رزقناهم. الله تفضل على عبيده، الله تفضل على عبيده من بعض، يعني يريد منك كل طاقات، واحد يريد يبذل كل طاقاته لله، أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. ولكن الله لا يريد من العباد جبرا كل طاقاتهم، بعض طاقاتك. الله يقول 24 ساعة صلي، لا، الصلاة كم تكلف في اليوم؟ الصلاة تكلف في اليوم 17 دقيقة مثلا، 17 دقيقة لله، ومع ذلك يبخل الإنسان ب 17 دقيقة ولا يقوم لصلاة الصبح وكل يوم يصليها قضاء. حقيقة هذا شلون عبد؟ الله يقول 17 دقيقة في اليوم، ولكنه يبخل عن الله بذلك. مما الله أعطاك ثروة، مو الأثرياء، أي واحد، أي واحد الله تفضل عليه بثروة ولو ثروة متواضعة. الله شو يقول؟ الله يقول أنت خلال عام كامل عش كما تحب. شلون ما تحب؟ شأنك الاجتماعي شقد؟ ماكو تحديد. قد يكون واحد شأنه الاجتماعي أن يبذل في العام مقدار معين، قد يكون واحد شأنه الاجتماعي حقيقة، مو الشأن الاجتماعي الموهوم الفخفخة، لا، الشأن الحقيقي أن يبذل 10 أضعاف ذلك المبلغ. الله ما يحاسبك على ذلك، ماكو حساب على ذلك. ابذل ما تحب، عش أفضل ما تحب طيلة العام. إيش قد صرفت؟ مو مهم، في نهاية العام تبقى بقية. شنو هاي البقية؟ هاي إضافية بعد، يعني أنت عشت حياة جيدة عام كامل، فإذا بالنتيجة في نهاية العام هذا المبلغ الموجود 5 دراهم إضافية. الله ما يقول اعطي كل هاي ال5 دراهم، يقول 4 إلك و1 لله. لذلك في الرواية عن الإمام الكاظم، راجعوا كتاب الخمس، الرواية مذكورة هناك، يقول إن الله يسر على شيعتنا. يسر، أنتوا إذا تسوون عملية حسابية أحيانا يكون الذي يبذله الإنسان 1 من 65، يعني 64 إلك 1 لله. أحيانا يكون 1 من 110، 109 إلك 1 لله. ولكن شوفوا العبد إش قد طاغي وإش قد باغي، اللي حتى هذا القدر مو مستعد يقدمه لله. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا ينفعه في الآخرة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وينفعه في هذه الدنيا أيضا. الله يدفع عن المؤمن بإنفاقه، الله يدفع عن المؤمن بسعيه في حوائج المؤمنين، الله يدفع عن المؤمن بسعيه في أمور الخير. أكو رواية أظن أنها منقولة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان هنالك رجل في قديم الأيام، هذا الرجل كانت في بيته حمامة، نوع من أنواع الحمام. هذه الحمامة كانت تبيض وتجلس مدة على هذا البيض إلى أن يخرج الفرخ، تغذي هذا الفرخ وتغذيه وتخذيه إلى أن يكبر ويوشك على الطيران. هذا الرجل يضع سلم ويصعد ويأخذ هذا الفرخ ويذبحه أمام عين أمه. الحيوانات أيضا لهم وعي، لهم شعور. منو قال أن الإنسان حيوان ناطق كما يقول المناطق وحده؟ لا، بقية الحيوانات أيضا لها شعور، لكن إحنا عندنا غرور،
عندنا تكبر، نتصور احنا فقط نفهم في هذا الكون. لا، بل انتم بشر ممن خلق، احنا جزء من هذا الكون. قالت نملة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. فاذا النمل ايضا يفهم، النمل يخطط ايضا، الام تنظر وهذا يذبح. فاشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، كم مرة تكررت القضية، فاشتكت إلى الله تعالى. الله قال: إذا هالمرة هذا الرجل فعل هذا العمل، المقدر أن يسقط من السلم ويموت. الحمامة باطمئنان خاطر جاءت وباضت، والبيض تحول إلى فرخ، وأوشك الفرخ على الطيران. الرجل وضع السلم وأخذ يصعد على هذا السلم، والحمامة طارت تنظر. وعد الله وتقدير الله، تقدير. في هذه الأثناء طرق الباب، نزل الرجل، فتح الباب، شاف أكو فقير، فقير محتاج، فأعطاه صدقة. في الروايات أن الإنسان يجب، مو يجب يعني وجوب شرعي، يعني وجوب أخلاقي، أن يتصدق كل صباح ومساء، ولو بمقدار قليل، كل واحد بقدر قدرته، كل صباح ومساء، مو بالأسبوع مرة واحدة، أول الصبح وأول الليل، هذا يدفع البلاء عن الإنسان. فتصدق وصعد، صعد صعد، الأم تنظر، أخذ الفرخ وأنزله وذبحه. فقالت: يا الله، إنك قلت أنه كان المقدر أن يموت هذا الرجل وأن يسقط هذا الرجل. فقال الله تعالى ما معناه: هذا التقدير تقدير معلق على شرط، هذا كان مقدر إلى أن يموت لولا هذه الصدقة، هذه الصدقة دفعت عنه الموت المحتم. ثم قال الله للحمامة: انتقلي إلى المنطقة الفلانية، فإني قد جعلته لك أمنا. فانتقلت الحمامة إلى الحرم، الحرم بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في أربعة فراسخ محيطة بحول الكعبة الشريفة. فانتقلت إلى تلك المنطقة، وجعل الله تلك المنطقة أمناً وأماناً للإنسان وللحيوان، وباضت وفرخت. الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما ببالي يقول: فهذا الحمام اللي تشوفوه في الحرم من ذاك الحمام، يعني هذا الحمام اللي موجود كله من نسل تلك الحمامة. الله سبحانه وتعالى يدفع عن المؤمن بلايا الدنيا ويعد له أفضل الجزاء في الآخرة. واحد قبل ما تسلب منه هذه النعمة، وقبل أن تسلب منه هذه الإمكانية، وقبل أن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يجب أن يبادر إلى الصالحات. الإنفاق من المال بقدر ما يقدر، الإنفاق من الجاه بقدر ما يقدر، الإنفاق من الشباب بقدر ما يقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب.
فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي